الله يعد المؤمن الجنة بشرط استمرار على الإيمان. إذا أنت صليت الله قد وعدك بالثواب، لكن بشرط أن لا تحبط ثواب صلاتك بمعصية. الله سبحانه وتعالى وعد، لكن وعد بشرط. لذا إذا واحد طول حياته مؤمن يرتكب الطاعات يترك المعاصي، لكن قبل موته ارتد، الارتداد يحبط العمل، خلص وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، حبطت أعمالهم. زين، الله صحيح وعد أن أنت إذا صليت تحصل ثواب، لكن مشروط بأن تموت مسلم مؤمن، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى وعد الثواب على العمل الصالح بشرط عدم إبطال بمعصية، لأن المعصية تحبط الطاعة أحيانا، فأنت ضامن على أنك مغفور لك، ضامن على أنك من أهل الجنة حتى إذا أنت مؤمن وقد عملت الصالحات. والله قد وعد، لكن وعد بشرط.